اهلا بيكم يا سحلو، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده حلقه مختلفه، النهارده حلقه هتبقى رياكت. احنا مش هنلعب النهارده، احنا جايبين شويه فيديوهات من تيك توك هنرياكت عليه. المفروض يعني انها فيديوهات مضحكه، نشوف مين اللي هيضحكنا فيها. خباك انا مش اي حاجه تضحك، تعالوا نشوف سوا. فما تنساش لو مش مشترك اشتراك لايك كومنت، يلا بينا نشوف اول فيديو. اول فيديو، اذا رديت بعد 20 مكالمه فائته. إيه الدنيا مكان غامض جدا يا صديقي. مليان باسئله وقوديه ملهاش اجابه. تمام. خدت بالك قبل كده ان الاب بابا والام ماما بس الاخ مش خاخه؟ خدت بالك قبل كده ان الطماطم توميتو والبطاطس بوتيتو بس الخيار مش خريرو؟ خدت بالك قبل كده ان البيتزا مدوره بتتقطع مثلثات وبتتحط في علبه مربعه، مع اننا كنا نعمل نقدر نعمل كل حاجه مربعه ونريح نفسنا؟ انت ايه اللي خلاك تكلمني يا مين ده؟ طب الانسان لحمه ولا فراخ؟ محدش يعرف. طب ليه بتقول انت نازل الشغل وطالع المصيف مع ان احنا مش في عماره؟ طب ليه السبانخ فيها حديد بس الحديد ما فيهوش سبانخ؟ اسئله وجوديه عميقه. برضو لا، الله ينور، صراحه الله ينور على الاسئله عميقه. لا نشوف الفيديو اللي بعده. لا رب، ده شكله هيبقى مرار طافح. ايوه يلا. ايوه اتنطط اخويا. ايوه ولا كان في حاجه حصلت. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه برنس يا ناس، برنس. حسك. واحدة واحدة على صاحبتك. اوه. ده حول ولا قوة الا بالله. شكلها هيديها واحد. اوه. ده باكل السحلقي. خلي بالك. حسك هتوعي. ايوه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الناس دي؟ انت كويسة؟ بس كفايه خبطات. نشوف اللي بعده. رجعت خبطت في واحد اتجوزه. رجعت برضو خبطت في واحد اتجوزه. تمام زي الفل. هو رجع خبط في واحده اتجوزه. هو رجع. اسمع يلا. انا مستصداني وجاي دايما عليا. شغلتك يا صاحبي. صح. يلا بينا. امال ايه يا عم، ما بتشاورش ليه وانت بتيجي غلطتك عندي؟ اصل سايبها بظروفها. راح فين يا صاحبي؟ 30. لا ما بروحش ال 30 يا صاحبي، ولا مكسره. 30 لو سمحت. ده انت لو رايح على القمر اوديك. تعالى. ترو يا جماعه. ترو ستوري. على جنب هنا لو سمحت. هشوفك تاني. ها؟ طالع ابن عمي؟ ايوه دي واحد. ادينا ابن امي؟ تعالى صاحبي. مؤاخذة ابن عمي خده جنبك بس. ماشي يا ريس. كمان اخويا. تعالى اخويا. مؤاخذة اخواتي خدوه جنبكم بس. شارع 12؟ تعالى صح. هيقعد فين صح؟ ابن عمنا. تعرف تسوق من هيتي؟ يا نهار اسود. تعالى يا. مؤاخذة ولا الجيت تجيني جنبك بس. انا رفيع يا جدعان. تعالى. ترو ستوري. يجي السواق يقول لك واحد في اتنين في تلاته، اوبا بقينا اربعه، في واحد متعلق فوق. صح الصراحه. نزلت اكلم ناس ما اعرفهاش بطريقه الافلام المدبلجه. محل ملابس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. اريد بنطالا. نعم؟ بنطالا. كلم وزك. كيف حالك يا اخي العزيز؟ اريد بنطالا اسودا. بنطالا؟ بنطالا. بنطلون يعني. بنطلون. نعم. اسود. نعم. مايس كام؟ اريده مقاسي. مقاسي يا ريس. مقاسك؟ مقاسي. 34. اريد ال 34. 34. ماذا؟ تسخروا مني لاني اتحدث العربية؟ انت كويس؟ لماذا تسخرون مني؟ سيبك تعبان بس. تعبان؟ تكرت لي؟ ايه تكرت؟ هتكرت لي؟ هدرش. سحقا. 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 سحقا عليك وعلى العيسى. عليكم اللعنة. عليكم اللعنة. الله. عليكم اللعنة. انا لو مكان الراجل ده اديله اي حاجه وامشيه. ايه ده انت رايح تصلي؟ اسئله المصريين. لا هنروح ندعي دلوقتي وبكره هنصلي. عنده حق الصراحه. كم الكيلو يا ريس؟ شيكا ولا منهدى؟ مزود. ايه ده انت بتعرف تسوق؟ لا دي خدعه بصريه. ايه ده انت رايح الشغل؟ لا طالع رحله الاقصر واسوار. يا ناصر من وقت الشغل انت بتتكلم في التليفون؟ لا فاتح لايف. طب ماشي.
هو فعلا المصريين عليهم اسئله غريبه. في الحمام؟ لا انا سهران مع اصحابي ومستمعك من الدي جي. كده حسابك 30 جنيه عايز الباقي؟ لا حطهم لي وديعه في البنك. ايه ده انت جيت؟ لا حول ولا قوه الا بالله عنده حق الصراحه. ايه ده انت مشيت؟ يا ابني ايه ده يا جاي فنين؟ لا دي تواشيع. ايه ده معمول انت انا بلعب تمرين الضغط. ربنا عاش. محمود لسه عايش. لا واخد فاصل اعلاني ورجع تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. انت هتنام؟ لا هجرب السرير. ايه ده؟ طب عايزين حاجه؟ ايه ده انت ماشي؟ لا هجرب رجلي اشوفها شغاله ولا لا. ايه ده انت بتعمل اكل؟ لا بحضر جيم. حضرتك؟ ابني سلام دلوقتي عشان انا سايق. طب هو ده زيت؟ تركب عربيه. ده بول. تاخد بول؟ ما تقعد بقى يا عم. مين؟ اه أستاذ ده؟ مين؟ طب أستاذ أنا شرفتني. أسئلة المصريين الصراحة مالهاش حل. ما بيتكسرش. ما بيتكسرش. قد الكسر. وبيطير كده. على الطبيعة. على الطبيعة بجرب لك كل المنتجات على الطبيعة. أيوه. قد الكسر يا حبيبي. ب 10 جنيه. عايز تقول له أنت بتتكسر. حيوان كسرت ليه؟ لا استنى بالي منها تاني. ضد الكسر. ايوه ضد الكسر. بيقع ما بيتكسرش. على الطبيعه. على الطبيعه بجرب لك كل المنتجات على الطبيعه. اهو ضد الكسر يا حبيبي. ضد الكسر يا حبيبي. 10 جنيه تحت. عايز يقول له انت عايز سبيل وانت اللي بعد. جهاز التويست هو ده بقى الجهاز اللي بيحرق الدهون. الله العظيم يا رب. True story. يا حاج. ايوه لما يوقعك معاك صحابك بقى. يا نهار اسود. المصيبه ان انت ما بتعملش حاجه. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. بس يا ده حاجه حلوه قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. خصوصا لما تبقى واخد معاك صحابك الجيم. دلوقتي انا هجبرك تقول رقم 17. حلو. لو ما قلتوش الفيديو ده شكله حاجه لطيفه. لو ما قلتوش خلي بالك. لو ما قلتوش تمام. 5 زائد 5 10 17. يا ريتك ما شغلت مخك. من الاول انا مش عايزك تقول رقم 17. يا رب تكون فاهمين. كذا كذا يساوي 17. انت ما تقولش 17 تمام. واضح ان الواد ده هي جاهز جاهز وفاهم وكل حاجه. 10 زائد 5 15. ماشي. زائد 10 25. نقص منهم مثلا مثلا خمسة. انت مش مجهز. 20. الواد ده بينه هينجح ولا ايه؟ نقص 2 18. انت قلت 17. انا قلت 18. انا قلت ايه؟ 17 وانا قلت 18. ابو ده خف. ده الفيديو اللي بعده. ايوه هيفجعوا. طب ده شغال في الكهرباء. حرام عليكم. شغال في الكهرباء. ولك الو. ها الو. اوعى اوعى. لا الصراحه جامده. لا استنى. نط ازاي؟ نط ازاي؟ ولك الو. ايوه نط ازاي؟ طب هو انت نط عليه ليه؟ اللي بعد 31%. اوبا بقت 84. ايه بلس. ايوه كمان. يلا بالمره. فيري جود. الواد ده كفايه يا باشا. مين الواد ده؟ ده فعلا محتاجينه في حياتنا. لما تعمل معروف مع واحد ما يستاهلوش. ايوه طلع القط. القط بقى فرح ضربه. اوه صايع صايع. وقف على الكرسي وقفل عينك. ايه هتعمل ايه؟ تمام. هينط نطة ثقة يعني كده. انت سيب نفسك واحنا هنلقفك. تمام. جميل. لا صباح الخير من قلب انصر. مش قدام. ما انت ما قلت. انت الغلطان. انت ما قلتلوش. الفيديو اللي بعته. الفيديو اللي بعته. الفيديو اللي بعته. تعال. ايه ده؟
كده كويس؟ انت كده؟ ايوه زي الفل. جت في ايه؟ شيل ايدك. لا ايدك ايه؟ لا 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 انت يا غرفة داهية. ايه ده؟ لا لا ما ضحكش ما ضحكش. ياه هات المكنة وتعالى عالكوبري. عالكوبري؟ هنقضي ليلة تفاريح ما تجيبش ذوق لمعاه. عالكوبري حي المرووش هيبوظ علينا. مرووش بقى انا مرووش يا ابن الورمة. يا ابن الورمة يا متخلف. انا متخلف يا طب خد يلا الواد صايع. ثبت يومك الطين يا ابن الكلب. حياة امك ما انتوا رايحين. ايه ده اللي بعده؟ تابعي لله. العفريت مستنيك يعني. بضحك من الراجل لما لا حول ولا قوة الا بالله. اللؤيمات الخطيرة، مين بده هذه الوصفة؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هي بتفرقع ليه؟ يا نهار اسود ايه دي؟ عايز الوصفة دي انا، انا عايز الوصفة دي. في ناس معينة كده هبعت لها الاكل ده. يا نهار لا جامدة. لما ابوك يضربك ويقول لك ولا اسمع نفس. ترو ستوري. استنى كده تاني. ولا اسمع لك نفس. ايوه بتعيط صالح. بس كفايه كده كفايه كفايه كفايه. ايه ده؟ ماشي النسخه بتاعت المره دي لطيفه اهي، اهو بدانا بحاجه اهو يا مساهر. برضه هنعمل رياكتات كده على شويه فيديوهات بعد كده ان شاء الله. يعني مبشره مبشره يعني. هو التيك توك هيودينا في داهيه بس هنستفيد منه، هنستفيد منه في عهات والله، في عهات بنشوفها. فما تنساش لو ضحكت معانا تنساش تحط لايك كومنت تقول لي، لو في فيديوهات حلوه عايز تبعتها لنا ابعتها لنا نرياكت عليها، لو في حاجه معينه في دماغك عايزنا نعملها برضه ابعتها لنا، بناخد بالاراء هنا كلها في القناه. تنساش اشتراك. يلا اشوفكم الحلقه الجايه.